المذيعة مديحة معارج، منو هي وشلون بدت بمجال الإعلام؟ من المذيعة اللي وصلتها للتلفزيون؟ شنو أسوأ يوم بحياتها؟ شلون دخلت بمجال التمثيل وأي دور مثلت؟ حضر كوب الشاي وتعال احكي لك. مديحة معارج انولدت بوسط الخمسينيات بمنطقة الدوريين الشعبية بناحية الكرخ ببغداد. عاشت بعائلة بسيطة بين 6 أخوة و4 بنات. بطفولتها غنت هي واثنين من الطالبات نشيد بيادر الخير، والعازف سألها تحبين الغناء؟ قالت له إيه أحبه، لكن أهلي ما يقبلون أصير مطربة. كان حلمها تكون طبيبة أطفال لأن هي تعشق الأطفال، بس القدر وداها لغير طريق. بدايتها كانت بالصحافة المكتوبة، وتقدمت للاختبار بإذاعة بغداد وانقبلت. وحسب ما قالت الإعلامية سهاد حسن، أنا توسطت المديحة معارج حتى تشتغل بالتلفزيون. سنة 66 ظهرت الأول مرة بقناة العراق الأولى. درست بمعهد الفنون الجميلة فنون تشكيلية. عام 79 زار المعهد المخرج المصري إبراهيم عبد الجليل واختارها حتى تمثل فيلم فائق يتزوج. أهلها كانوا رافضين فكرة التمثيل وتقول بالقوة وافقوا، ومثلت دور أخت البطل اللي هو الفنان قاسم الملاك. استمرت مديحة معارج بقناة العراق الأولى تقدم البرامج وتلتقي بالنجوم العراقيين والعرب. واجهت اتهامات سياسية من زميلات إلها، وبعضهن قالت هي سبب تركنا للإعلام، لكن ما سمعنا ردها. أغلب زملائها غادروا الحياة، لكن هي استمرت بالعمل الإعلامي إلى يومنا هذا. قدمت برامج عديدة مثل برنامج للمكتبة السينمائية وبرنامج نادي التلفزيون ويا المذيعة هناء الداغستاني، وهذا البرنامج كان يطلع كل يوم جمعة. بالإضافة للإعلام هي كانت تتردد على نادي الفروسية لأن هي كلش تحب ركوب الخيل. ومن المواقف اللي صدمتها وما قدرت تنساها، بأحد الأيام بلغوها أنه أخوها كريم الضابط بالجيش العراقي انكسرت رجلة ولازم تبلغين أهلك. فهي قالت على شنو أبلغ أهلي؟ أنا أروح. طلعت من مبنى الإذاعة والتلفزيون وراحت تشوفها بمستشفى العسكري، ولما وصلت انصدمت انه اخوها ميت. ما قدرت تتجاوز هاي الصدمة الا بعد وقت طويل، وتعتبر هذا اليوم هو اسوأ يوم بحياتها. بسنة 88 توقفت الحرب، وقدمت هي برنامج اهل الفن، وبخمسة ايام سجلت 37 مقابلة ويا عمالقة الفن العربي، من ضمنهم فريد شوقي، محمود ياسين، محمد الحلو، مديحة يسري، ومحمد عوض وغيرهم. وبيوم من الأيام كانت مديحة تقدم الفنانة صباح على المسرح، فقالت الصباح أروح أقدمك وأرجع. بوقتها كان أكو خندق بالمسرح تحت الستارة. وصلت الخندق وانفتحت الستارة، فعثرت مديحة بالخندق ورادت توقع على الجمهور، فانحرجت كلش من الحاضرين. بسنة 2000 وصلها طلب من تلفزيون دبي حتى يستضيفوها بمهرجان ليالي دبي، وفعلاً تم استضافتها الشهر كامل بنفس الفندق اللي يستضيفون به الفنانين العرب. وبعد هذا المهرجان وقعت عقد ويا قناة دبي الاقتصادية كمذيعة نشرات أخبار ومحررة ومعدة ومقدمة للبرامج، واستمرت إلى نهاية 2004 بعد ما أمر الشيخ محمد بن زايد بإغلاق القناة وتوسيعها. وبعدها انتقلت القناة الظفرة الإماراتية. تقول مديحة معارج زوج انقتل بالغدر، وطبعا زوجها عندها منه ولد اسمه أحمد. بالفترة الأخيرة انتقلت للعمل بقناة MBC عراق، وشاركت بتقديم برنامج خاص جدا. وبعد أكثر من 40 سنة بعالم الإعلام، حفرت مديحة معارج اسمها بذاكرة العراقيين. هاي هي المذيعة مديحة معارج، وهاي قصة حياتها، واللي عنده معلومات أكثر ياريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.